إذن مشاهدينا، جامعة الكويت تعتبر من أحد وأبرز صروح دولة الكويت، واللي كانت على مدى عشرات السنوات مصنع للكوادر الوطنية التي تغذي سوق العمل. حول جامعة الكويت وكثير من التساؤلات ومجموعة أيضا من المحاور الخاصة في هذا الشأن، اليوم راح نطرحها على ضيفنا اللي معنا بالاستديو، الدكتور نواف ساري، الأستاذ المشارك في قسم أصول التربية بجامعة الكويت. يا مساء الخير وحياك الله معنا. مساء النور، حياك الله. يا هلا دكتور، حياك الله. دكتور، احنا مقبلين على نهاية عام دراسي، وأيضا هذه المرحلة هي الفيصل للكثير من الطلاب، خصوصا مرحلة الثانوية عامة، فحابين نتكلم شوي عن جامعة الكويت واللي يميزها. أولا، جامعة الكويت هي غنية عن التعريف، صرح أكاديمي كبير عمره أكثر من 54 سنة، فيها أكثر من 16 كلية يقدمون تخصصات متنوعة. ولا شك أنها هي الجامعة الأبرز في الكويت، وهي تعتبر الجامعة الحكومية الوحيدة، وحتى على مستوى الوطن العربي تعتبر يعني مرجعية لكثير من الباحثين والطلاب. صحيح. الأيام الماضية قرينا خبر جدا جميل، هو تحقيق جامعة الكويت تقدمها في 6 مؤشرات، وكانت هذه ضمن تصنيف QS مثل ما شفنا للجامعات العربية. حابين التعرف أكثر عن هذه المؤشرات. حقيقة احنا كذلك سعداء بالارتفاع الملحوظ في مؤشرات التصنيف العالمي QS. واحنا يعني عندنا بعض الملاحظات، لأن التصنيفات بشكل عام والمؤسسات التصنيفية ليست مرجعية بشكل أو بآخر تعطيك انطباع واضح عن حقيقة ما يحصل في التعليم، لأنها هي بالنهاية تعتمد على مؤشرات مختلفة. عندنا أكثر من 4 تصنيفات أو مؤسسات عالمية للتصنيف، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات لديها مؤشرات ومعايير مختلفة، فقد تكون جامعة الكويت مرتفعة في تصنيف معين وتكون في التصنيف الآخر غير موجودة. على كل، أنا ودي أقول وأطمن، خصوصا أن حصلت زوبعة بفترة اللي طافت عن جامعة الكويت، ودي أطمن أولياء الأمور والطلاب والمقبلين على الدراسة الجامعية أن جامعة الكويت هي الوحيدة المصنفة في أكثر من تصنيف في الكويت. إذا كانت QS هي تحت المرتبة متأخرة لبعض المشاكل الإدارية اللي عندها، لكن تصدرت في جانب آخر. تصدرت في، لا بل هي الموجودة، هي الوحيدة أصلا في بعض التصنيفات. لذلك أنا أرى أن هناك محاولة متعمدة لوضع جامعة الكويت في صورة غير جيدة أبدا، وهذا غير مقبول يعني. وأعطيك أنا بعد الدليل. وأيضا حق مشاهدينا، جامعة الكويت في جانب التخصصات العلمية تعتبر من أفضل الجامعات في المخرجات. ليش تميزت الجامعة في الجانب العلمي عن باقي الجامعات دكتور؟ حقيقة جامعة الكويت ليست فقط متخصصة في الجانب العلمي، وإنما في كثير من العلوم. كثير من الباحثين في جامعة الكويت أو خريجين جامعة الكويت حصلوا على براءات اختراع. أحد الأصدقاء المقربين حقيقة هو يعني من الإداريين الكبار في الشركات البترولية، يقول أن طلاب جامعة الكويت يحققون نتائج أفضل بكثير من ليس فقط طلاب الجامعات الخاصة في الكويت، وإنما حتى الطلاب اللي يأتون من أمريكا وبريطانيا والدول الأخرى، فهم يحققون نتائج أفضل في اختبارات القبول. كذلك لو نأتي إلى التاريخ القديم والحديث لأغلب القياديين في الدولة، نجد أنهم خريجين جامعة الكويت. صحيح. فجامعة الكويت كفاءتها وتدريسها ليست محط تساؤل، ولكن كانت أزمة مفتعلة، وصحف أنا ما أدري ليش يعني حقيقة عملت مثل هذا التشويه، صورة صرح أكاديمي محترم على مستوى الوطن العربي كله بهذه الصورة وأظهرها. يعني جامعة الكويت أصلا في الفترة اللي طافت ارتفع المؤشر عندها ما نزل، فكيف أنت تقول أن جامعة الكويت في انحدار؟ الكلام هذا غير صحيح. وبنفس الوقت يعني تتكلم عن جامعة أخرى أنها الأولى. نعم. طيب دكتور، اليوم فكر الشباب يختلف عن الأمس، اليوم سوق العمل مطلوب، فلو بتكلم عن سوق العمل وما حجم ما تقدمه جامعة الكويت من كوادر وطنية ذات تميز. جامعة الكويت تعتبر المزود الرئيسي والأول لسوق العمل في السوق الكويتي. الأيدي العاملة أغلبها من جامعة الكويت، كونها أصلا عدد الطلاب في جامعة الكويت 39,000 طالب و300 تقريبا. أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت يتجاوز 2,000 عضو هيئة التدريس.
عندنا برنامج الماجستير والدراسات العليا، عندنا أكثر من 2000 طالب في برنامج الماجستير والدراسات العليا، فإحنا نتكلم على حجم كبير مقارنة بحجم السكان الصغير، حجم كبير من الطلاب كل سنة يتخرجون من جامعة الكويت مزودين بالسلاح الأكاديمي والعلمي اللي يخولهم أنهم يقومون بأبسط قواعد المتطلبات المهنية. فلا شك أن جامعة الكويت أثبتت ولا زالت، ولسنا أنا لا أتكلم في اسم جامعة الكويت ولست متحدثا رسمي، ولكن كوني أنا يعني علاقتي مع جامعة الكويت ممتدة لأكثر من 25 سنة منذ أن كنت طالب والآن عضو هيئة التدريس في الجامعة، فأنا أعرف وإن كانت الجامعة حاليا يعني عندها بعض العثرات، وبالمناسبة أنا أتقدم بالمباركة للأستاذ دكتور يوسف الرومي على تقلد مناصب إدارة الجامعة، وأقول للتركة يعني ثقيلة وتحتاج كثير من العمل وتحتاج كثير من الجهد، فنتمنى أنك تختار الأكفاء المتخصصون في أو المتخصصين في الجانب العلمي والإداري إن شاء الله يتم استثمار بإذن جميع الجهود الأكاديميين اللي في الجامعة. طيب دكتور، لو بتكلم عن التصنيفات العالمية لجامعة الكويت وأداء الجامعة على أرض الواقع. مثل ما أرجع أقول لك في البداية، هناك 4 تصنيفات مشهورة عالميا، جامعة الكويت موجودة في 3 منهم، وهي الجامعة الوحيدة اللي موجودة في 3 في الكويت. كل تصنيف من هذه التصنيفات يحاول أن يعالج بعض أو يقيم بعض المؤشرات، وليس بالضرورة هو محك لتقييم العلمي لما تقدمه هذه الجامعة من علوم أو آداب، هو مجرد مؤشر يحاول أن يساعد أصحاب العمل أو الإدارات الجامعية والمؤسسات التعليمية أو حتى الدول إذا كانت الجامعات حكومية تحسين أداء الجامعات. أنتم عارفين إحنا جامعة الكويت هي المؤسسة الحكومية الوحيدة، وفي بيروقراطية كبيرة في يعني في اتخاذ القرار فيها، كونها تعتبر يعني بالنهاية ترجع في قراراتها تدخلات سياسية أو نوعا من هذا الشيء من هذا القبيل. فبالنهاية احنا نحاول قدر المستطاع ان يعني نقدم شيء للطالب بحيث انه ينعكس بشكل إيجابي على التصنيفات الجامعة العالمية. هذا يبني حق سؤال دكتور، التصنيف كيو اس مثل ما قلت قد نقول فيه قصور في ناحية، ولكن 6 مؤشرات مردودة على دولة الكويت، هذه 6 مؤشرات اللي تقدمت فيها دولة الكويت. هو التصنيف مجرد قراءة لأداء الجامعة ليس تقييما فعليا، قراءة. الكيو اس جامعة الكويت حققت في مرتبة من 1000 إلى 1200، بينما نفسها جامعة الكويت حققت في مؤشر تايمز أو في تصنيف تايمز المرتبة من 800 إلى 1000، ولا جامعة في الكويت محققة هذه المرتبة، لأن المعايير المستخدمة في التايمز مختلفة عنها في الكيو اس. كيو اس هو وإن كان تقييم محترم عالميا، إلا أن من الممكن أن يعني يضلل الناس، لأن 50% من المعايير المستخدمة تعتمد على السمعة. شي يسوون هذه المؤسسة الكيو اس؟ يرسلون استبانات ويعملون استبانات مسحية للعاملين في هذه المؤسسات، ويبدون يقيمون الجامعة نفسها، وإذا كان لديك داتا جيدة حول الإيميلات الناس اللي تشتغل معك وأنت تعمل الريسبونس أو الإجابة، من الممكن أنك ترفع السكور مالك بكل سهولة. من الممكن يعني حتى أن الكيو اس من الأشياء المعيبة فيه أن ما في مؤسسة أخرى مستقلة تقيم المعلومات التي لديه، كما أنه لا يعمل دبل تشيك على المعلومات التي تقدمها له الجامعات أو المؤسسات، فهو يأخذ المعلومات كما هي ويعرضها دون أي نوع من أنواع التدقيق أو التأكد من صحتها. وهذه إشكالية كبيرة، بينما مؤشر تايمز لا، في عنده مؤسسة مستقلة اللي حققت في جامعة الكويت مرتبة متقدمة، في عنده مؤسسة مستقلة تقيس إذا كان المعلومات هذه صحيحة أو غير صحيحة أو دقيقة أو غير دقيقة. ندعو بالتوفيق لجامعة الكويت وإن شاء الله جهود تتضافر ونقدم المزيد من التقدم إلى جامعة نبيلة عشيق. شكرا لك دكتور نواف ساري، أستاذ مشارك في قسم أصول التربية بجامعة الكويت، حياك الله. أبقاك الله، شكرا لك وأشكركم على هذه الاستضافة. حياك الله. إذن مشاهدنا فاصل ونعود.